هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ننطلق بانطلاقه جديده، دفعه جديده، منافسه جديده لهذا اليوم ومن مشاركات الثنايا لابناء القبائل في هذا الصباح، حيث ننطلق مع شوط جديد الا وهو الشوط السادس الذي اعلنت انطلاقته في هذه اللحظات مخصصا للمهجنات الابكار الثنايا في هذا اليوم. بعد ما شاهدنا وتابعنا سرابه بالشوط الماضي لمحمد بن راشد بن سعيد بن راوي العفاري حيث سجل التوقيت الافضل 10 دقائق و7 ثواني. نسير ونذهب للمقدمه، الصداره مع شعاع سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي الذي يطلق هذا الاسم على المركز الاول، بينما في المركز الثاني نقلتنا للكايده علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري حيث يطلق لنا الكايدة على المركز الثاني أحد أبناء الشحانية قادما إلى مستوى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث نتابع الوصول في هذه اللحظات من العزرة سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم لنا العزرة مع هذا الوجود ومع هذه المنافسة بمتابعة أبو محمد دائما مطر بن دحروي الذي يطلق لنا هذا الاسم. المركز الرابع شعار القويص يأتينا رابعا بانطلاقته ليقدم لنا حربة حمد بن خميس بن يمعة القويص السويدي حيث يأتينا بهذا الأداء الجميل بمتابعة صالح العويسي الذي يتابعها في هذه اللحظات. المركز الخامس على الزاوية الأخرى بدأ الانطلاق في هذه اللحظات من وجود سيوف علي بن سالم بن خلف الكعبي يقدم سيوف، أرى الانطلاق كذلك في هذه اللحظات من كوارث قادمة بكل قوة حمودة بن زفنة بن سهيل الحرسوسي حيث يقدم لنا هذا الاسم ليأتينا بهذا الأداء الجميل. هكذا نتيجتنا للست المراكز الأولى المذاعة إلى مسامع حضراتكم لهذا الشوط وتحدياته.
عودة من جديد إلى المركز الأول لنتابع الصدارة في هذا الانطلاق بوجود وتحديات العزرة سعيد بن مطر بن دحروي العامري، حيث يقدم لنا العزرة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما في المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات بوجود شعاع غادمة بهذا الشعار سعيد بن حمد بن مصلح من جمهور الحبابي، الثالث كوارث، هنا بتقدم حمودة بن زفنة الحلسوسي ياتينا باسم كوارث المركز الثالث، المركز الرابع هزر رامس بن عامر بن قانوش العامري، حيث يتقدم الشاعر المبدع دائما حيث يقدم لنا هذا الاسم وياتينا باسم هزر، وهزر الظن فيها ما يخيب، الهزر فيها ما يخيب في هذه الانطلاقة، بينما في المركز الخامس التقدم بانطلاقة ووجود وتحديات سيوف علي بن سالم بن خلف الكعبي على المركز الخامس، المركز السادس هناك الاندفاع شعار بن راوي، شعار السلابة بدأ يتقدم على ظهر نوايا مظفر بن راشد بن سعيد بالورع العفاري، حيث قادما في هذه الانطلاقة وهذا الوجود الممتاز، هكذا نتيجتنا، هكذا الأداء الرائع للمراكز الستة الأوائل المنطلقة والحاضرين في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. هنا نعود لكي نتابع المراكز الأولى من جديد لنتابع المنافسة مع هذه اللحظات. يا سلام يا سلام التغيير هنا ولا صامدة، هناك العزرة سعيد بن مطر بن دحروي العامري، من يطلق لنا هذا الأداء الجميل على المركز الأول، المركز الثاني التقدم من هزر رامس بن عامر بن قانوش العامري، المركز الثالث كوارث حمودة بن زفنة الحرسوسي، المركز الرابع التقدم من شعاع سعيد بن حمد بن مصلح العبابي، وين التحديات؟ وين الانطلاق الأخير؟ نتابع هذا الأداء، شعار بن دحروي الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير، الكيلو الحاسم، هذا هو شعار بن دحروي على الصدارة، وشعار بن زفنة ياتينا ثانيا، الحرسوسي بدأ يقدم لنا كوارث مع هذا الأداء الجميل، والكل ما حرك، الكل ما حرك عصيهم في البطن كما نشاهد هذه النوعيات، ما شاء الله تبارك الله، الله 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 الله، يا هذا الأداء الذي تقدمه بالمركز الأول تقدمه العزرة 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 العزرة، يا سلام، وكوارث قادمة، كوارث 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 كارثة ما شاء الله تبارك الرحمن، يقدمها الحرسوسي، العزرة ولا كوارث، العزرة ولا كوارث، يا لها من لحظات، يا لها من لحظات، اللحظات الحاسمة، كوارث والعزرة، كوارث والعزرة، عزرة بن دحروي، كوارث الحرسوسي، يلا عين الانطلاق ما شاء الله، كوارث قادمة والعزرة صامدة، العزرة كوارث 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 الحرسوسي غيرت إلى الصدارة ما شاء الله، شوط قوي، شوط مثير في الانطلاق الممتاز، الانطلاق الأخير ما بين كوارث والعزرة، كوارث الحرسوسي، عزرة بن دحروي، اللحظات الحاسمة، إلى أين الانطلاق؟ تهانينا والناموس إلى مالك كوارث حمودة بن زفنة الحرسوسي، المركز الثاني العزرة سعيد بن مطر بن دحروي العامري، ما شاء الله الثنتين يشكرن على هذا الأداء، الثالث يذهب إلى هزر رامس بن عامر بن قانوش، الرابع محمد بن راشد بالورع العفاري، المركز الخامس يذهب إلى انطلاقة ووجود سيوف علي بن سالم الخلف الكعبي، وسادسا هذه هي مخايل حمد بن راشد بن نايع الغفلي. توقيت 10 دقائق 3 ثواني، راح التوقيت، توقيت الأفضل والأجمل مع الحرسوسي، تهانينا لمالك كوارث حمودة بن زفنة الحرسوسي.